بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هتكون أول محاضرة في الديجيتال كوميونيكيشن، اللي هناخد مقدمة عن الديجيتال كوميونيكيشن سيستم أو أنظمة الاتصالات الرقمية. طيب الكورس انفورميشن اللي هو الكورس عموما هيتكلم عن ديجيتال كوميونيكيشن سيستم أو أنظمة الاتصالات الرقمية. ديجيتال كوميونيكيشن فاندمنتال الابليكيشن اللي هو ده المرجع اللي انتم ممكن تنتقلوا منه اللي هو بتاع سكالر. طيب الكورس هنتكلم فيه عن ليرنينج فاندمنتال ايشو ان ديزاين اند ديجيتال كوميونيكيشن سيستم، اللي هو الفاندمنتال ايشو اللي هو هنتكلم عن الفاندمنتال ايشو او الحاجات المهمه عشان نعمل ديزاين للديجيتال كوميونيكيشن سيستم. يوتلايز التكنيك التقنيات اللي انا مستخدماها، هنتكلم عن الفورماتنج او موديوليشن والشانل كودينج. ديزاين جولز او الاهداف بتاعت لما اجي انا اصمم ديجيتال كوميونيكيشن سيستم، الهدف من التصميم بتاعي ده شنو؟ على حسب الهدف انا عايزاه هقدر اصمم سيستم كوميونيكيشن سيستم. تريد اوف بتوين فيريس بارامتر اللي هو انا كيف اقدر احدد البارامتر بتاعتي على حسب الاهداف اللي انا عايزاها في السيستم بتاعي. What is a communication system? Communication system are designed to transmit information. اللي هو communication system أو أنظمة الاتصال هي are designed to إنه صممناها عشان نعملها transmit information أو ترسل لنا المعلومة. طيب communication system design concern اللي هو لما أجي أنا أرسل communication system اللي هو design concern بيتم لنا بشنو؟ Selection of the information during waveform بيتعمل لنا بأنه كيف يقدر يختار الwaveform أو الموجة اللي حمل لنا المعلومة بتاعتي، كيف أنه يختار الwaveform أو الموجة دي من مجموعة من الwaveform الموجودة في السيستم اللي موجودة عموما. يعني هو لما يستقبل waveform بتكون ما هي موفرة مجموعة من الwaveform، كيف أنه يقدر يحدد الwaveform اللي هو المفروض هو يستقبلها أو يحصل لها receive. Boundaries and power of the waveform. The boundaries اللي هو بتاع boundaries اللي هو boundaries اللي هو عرض النطاق أو الطاقة بتاعت waveform. Effect of system noise on the received information. أنا لما أستقبل information اللي هي بتكون information دي بتكون مضافة لها noise. أنا بالcommunication system بيتبلينا بإنه شو بالتأثير بتاع noise أو التشويش بتاعي في signal أنا في signal. أنا استقبلتها أو حصل لها رسيب. Cost of the system اللي هو التكلفة حق السيستم، طبعا أنا ما جامل ديزاين أنا براعي التكلفة بتاعتي اللي هو ما تكون عالية، كل ما قلت التكلفة ديزاين السيستم كل ما كان أفضل، فده على حسب تقدير of the parameter من cost وبين performance بتاع السيستم. طيب اللي هي شنو الفاكتور دي اللي هي selection of information power وتأثير noise في السيجنال كلها هندرسها لقدام في الكاش الجاي ان شاء الله. طيب Digital and Analog Source and System Basic Definition اللي هي عندها تعريفات معينة، حاجات تعريفات معينة أنا مفروض لما أقولها أكون أنا فاهمة تقصد منها شنو، لأنه حتلاقيني كثير لقدنا منها الـ Analog Information Source. Once إني أنا قلت Analog Information Source معناها هو شنو؟ An Analog Information Source produce message which are defined on a continuum. اللي هي شنو؟ قلت أنا information source معناه هي عبارة عن مصدر produce message اللي هي مصدر بتجيني message. المسج دي بيكون معرفة شنو؟ quantum أو هي حاجة مستمرة. بما إنه أنا أقول أنا source معناه هو بتجيني message continuous اللي هي مسج بطريقة مستمرة. digital information source اللي هي digital information source produce a finite set of possible messages. اللي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الديجيتال سورس اللي هو عبارة عن سورس بتديني finite set of possible message اللي هي عبارة عن شنو؟ مجموعة محددة من المسج، عكس عكس الانالوج اللي هي عندي هنا هي عبارة عن الانالوج، شايف انه هي عبارة عن تكون continuous، اما بالنسبة للديجيتال بتكون عبارة عن discrete او هي عبارة عن finite set. طيب An analog communication system يبقى إنه عبارة عن analog source، analog information source اللي هي حاليا analog communication system.
transfer information from an unknown source to the sink. طيب unknown source اداني عبارة عن اداني continuous message the unknown source. فعشان انا اعمل transmit للinformation دي انا بستخدم unknown communication system. Digital communication system transfer information from a digital source to the intended receiver or a sink. A digital system اللي هو بيعملين transfer information بحولين المعلومة من digital source للsync. فيعني انه انا الcommunication لما يكون digital system لما يكون digital system بيعملين transfer للdigital information لما يكون analog system بيعملين transfer للanalog information. تمام؟ طيب a digital waveform is defined as a function of time that can have a discrete set of amplitude value. طيب الويف فورم او الموجة بتاعتي الديجيتال ويف فورم اللي هي عبارة عن موجة عبارة عن ديجيتال موجة رقمية. انه انا بعرفك كيف الموجة الرقمية او الديجيتال ويف فورم هي عبارة عن فانكشن اوف تايم عبارة عن دالة في الزمن ذات كان هاف ا ديسكريت سيت اوف امبليتود فاليو اللي هي الفاليو بتاعت الامبليتود بتكون عبارة عن ديسكريت دي في الديجيتال ويف فورم. الانالوج ويف فورم هي عبارة عن فانكشن او دالة has a continuous range of value عبارة عن a range, continuous range of value ال value بتاعت عندها continuous range من القيم دي هنا عندنا analog waveform هنا عبارة عن digital waveform. الانالوج waveform عبارة عن هي كلهم عبارة عن function في الانالوج waveform analog waveform هي analog waveform عبارة عن الفانكشن بتاعتي بتكون شنو continuous في الديجيتال فينيت سيت اللي هي شنو ارقام. طيب brief description عندنا تعريفات معينة description. طيب بالسيستم بتاعي لما نقول source هيكون يا اما analog or digital. يعني انا من اقول source information دي ممكن تكون analog ممكن تكون digital. transmitter اللي هو المرسل بتاعي transducer محولات amplifier مكبر modulator مضمن oscillator متذبذب power amplifier اللي هو مكبر الطاقة مكبر power او الانتنة دي كلها عبارة عن transmitter. يعني انا لقى الانتنة ممكن تكون هي انا ممكن ارسل بوسط الانتنة transducer أو محول هو بيستقبل لنا سيجنال وبيرسله تاني فده لما يعمل إرسال بيكون كترانسميتر. كذلك الأمبليفير هو بيستقبل سيجنال بيعمل لها تكبير بيرسله تاني لما يرسل تاني ده عبارة عن شنو ترانسميتر. طيب ترانسميتر لما يرسل السيجنال اللي هي تمر عبر شنو تمر عبر قناة أو شنو عبر قناة أو شنل. الشنل دي ممكن تكون شنو كابل أوبتيكال فايبر أو فري سبيس دي اللي هي دي شنو دي دي الشنل اللي بتمر بيها الترانسميتد سيجنال أي نوع من أنواع دي كابل أوبتيكال فايبر أو فري سبيس. طيب السيجنال مرت في الشنل وصلت للريسيفر اللي هو ممكن يكون أنتنا أمبليفير ديمودوليتر أوسيليتر نفسه. الترانسميتر والريسيفر ممكن يكون نفسهم. يعني ممكن أنا أرسل بواسطة أنتنة واستقبل بواسطة أنتنة. تمام. الريسبشن أول وجهة بتاعتي أو المستقبل بتاعي ممكن يكون بيرسون أنا مرسلة شخص معين لوت سبيكر ممكن يكون سبيكر كمبيوتر كلها عبارة عن ريسبشن اللي هو أنا ممكن حاجات مستقبلة. تايب أوف إنفورميشن أنواع إنفورميشن أنواع المعلومات اللي عندي ما هي information معلومة ممكن تكون voice data ممكن تكون video music or email أي نوع من information دي كل أنواع بتاعت information اللي هي ممكن يحصل لها send ممكن أنا أرسل صوت ممكن أرسل فيديو أرسل music أرسل email دي كلها عبارة عن شنو information. طيب type communication system أنواع communication system مثال عندنا public switch telephone network أو PSTN denominal communication system a satellite system denominal communication بما أنه هو system فيه أنا برسل information من حيث بستقبله في من مكان بستقبله في مكان تاني هو من source to destination
فده عبارة عن communication system. satellite atomic communication system, radio, TV broadcasting, cellular phone communication system, computer network اللي هي LAN W1 دي كلها عبارة عن شنو؟ عبارة عن network computer network. أنا ممكن هي ممكن أنا أطلق عليها communication system. general structure of communication system التركيب العام للنظام للكوميونيكيشن سيستم او الانظمه الاتصالات. هو نحن قلنا شنو السيجنال بتكون اللي هو انا عايز ارسلها من السورس للديستنيشن اللي هو من المصدر بتاعي للوجهه بتاعتي. طيب السيجنال بتكون في السورس تطلع لي من السورس انفورميشن. تمام الانفورميشن دي انا حارسلها فلازم يكون عندي ترانسميتر. الترانسميتر حيرسل السيجنال بتاعتي حتمر عبر شانل. السيجنال مرت عبر شانل من الشانل حتمر عبر الشانل بتصل لنا الريسيفر او هو المستقبل حيستقبل لنا الاشاره وبعدين يرسلها لليوزر. دي التركيبه العامه للكوميونيكيشن سيستم او انظمه الاتصالات اللي هو الانفورميشن بتطلع عشان يحصل لها ارسال من الترانسميتر هو بيعمل ارسال الانفورميشن بتمر عبر الشانل بشكل سيجنال هنا حتمر عبر الشانل. الريسيفر بيستقبل السيجنال دي وبيرسلها بتيها لليوزر. طيب نبدا من الانفورميشن اللي هي طلع من السورس. طيب الترانسميتر عشان يحول لنا الانفورميشن عشان تقدر تمشي في الشانل اللي هي ما حتمشي كونفورميشن. يعني انا ما حطلع انفورميشن تطلع معلومه عندي مثلا فويس حيترسل كفويس اللي هو بيحصل له شنو هنا بيحصل له معالج. طيب الترانسميتر استقبل الانفورميشن استقبلت الانفورميشن عندي هيعملها فورماتر او هيعملها تنسيق للسيجنال الانفورميشن طالعه من ذاتها عشان يقدر يرسلها لازم يحصل لها كودينج او تشفير. السيجنال بتاعتي يحصل لها تشفير. التشفير في الترانسميتر نوعين انا استقبلت الانفورميشن عشان يحصل لها كود اول شيء بعمل لها سورس انكودر يعني اللي هي بعملها تشفير على حسب المصدر بتاعي او السورس بتاعي على حسب السورس انكودر. طيب السيجنال دي حتمشي في شانل تمام فلازم يكون عندي شانل انكودر او في كودنج في الشانل حيصل لها شانل انكودر يعني عايز انفورميشن بعد ما يعمل لها تنسيق حيعمل لها كودنج اللي هو بيعمل لها سورس انكودر او انكودنج اول ثاني بيحصل لها شانل انكودنج. طيب جاتني اللي هي حتطلع لي السيجنال حصل لها انكودنج حتقدر تطلع من الترانسميتر تمشي في الشانل بنفس الشكل بتاعها؟ لا لازم يحصل لها موديوليشن او يحصل لها تضمين اللي هو انا اضمن السيجنال بتاعتي في سيجنال ثانيه. موديوليشن ده حندرسه بالتفصيل لقدام بس هو لازم يحصل موديوليشن ليه؟ عشان يقلل لنا التاثير بتاع النويز اول شيء عشان الباور عشان السيجنال تقدر تمشي في الشانل لازم يحصل لها موديوليشن عشان التأثيرات بتاعت النويز والانترفيرنس ما تظهر تمام فلازم يحصل لها موديوليشن. الموديوليشن بالضبط هندرسه لقدام. طيب الترانسميتر استقبل لنا الانفورميشن عمل لها تنسيق عمل لها كودينج على السورس والشانل موديوليشن. طيب عملت الموديوليشن عملت موديوليشن للسيجنال انا بعد ذلك ممكن اقدر ارسلها في الشانل تمام اللي هي حتطلع من الترانسميتر اللي هي عباره عن ترانسميتد سيجنال او سيجنال مستقبله. السيجنال بتاعتي لما تمر في الشانل الشانل فيه نويز او فيه تشويش الشانل حتضيف نويز للسيجنال بتاعتي تمام. يعني هنا في الشانل السيجنال لما تمشي في الشانل بيكون فيها نويز اللي هي بتضيف لها نويز وحتمر عادي حتوصل للريسيفر. طيب الريسيفر حيستقبل ترانسميت السيجنال اللي هي حيستقبلها هل انا حقدر اديها لليوزر نفسه؟ اذا ما حيستقبل ما حقدر يستلم نفسه فانا المفروض ارجع انفورميشن اللي هي طلعت من السورس انفورميشن عشان تصل لليوزر انفورميشن انا حعكس العمليات عملتها بالترانسميتر. استقبلت السيجنال ريسيفر استقبلت السيجنال بتاعتي. السيجنال انا استقبلتها حاصل لها شنو؟ موديوليشن. فانا عشان افك اللوم مش حصلها تضمين عشان افك التضمين بتاعي اعمل دي موديوليشن هتكون في جهاز اسمه دي موديوليتر اللي هيحصل دي موديوليشن للسيجنال
طيب عملت دي موديوليشن السيجنال بتاعتي هي كان فيها كودينج، حصل لها كودينج، فانا هعمل دي كودر اللي هي هعمل شانل دي كودر، هعطيك الكود بعد الكودينج حق الشانل، بعديها هديك سورس دي كودر السيجنال. عملت دي موديوليشن، عملت دي كودر، بعدها هعمل لها فورمات. وانس اني عملت الفورمات حتى تطلع لي حتى هتكون شنو عبارة عن شنو information اللي هي انا استقبلتها هنا الرسلتها هنا، هتكون الرسيل information انا حابه ارسلها لليوزر، يعني هترجع بنفس الهيئة طلعت منها من السورس هتصل لنا اليوزر. تمام، هنعيد تاني. هنا الكوميونيكيشن سيستم اللي هي السورس بتاعي، بيرسل السورس بتاعي بيكون فيه بيرسل لنا المعلومة او information بتترسل من الترانسميتر، هيعمل لها فورمات وانكودينج وموديوليتر، هتمشي في الشانل، هيرسيفر هيستقبل السيجنال، هيعمل لها نفس العمليات اللي هي اتعملت في الترانسميتر بس عكسها، فبيكون شنو دي موديوليشن دي كودينج فورماتر هترسل لليوزر. important feature of digital communication system. طيب ال important feature او بالمميزات او حاجات digital communication system اللي هي شنو؟ طيب the transmitted send a waveform from a finite set of possible waveform during a limit of time. اللي هي قال لنا شنو؟ الترانسميتر او المرسل بتاعي send a waveform اللي هي بيرسل لنا الموجة من مجموعة من الموجات اللي هي البن زي ما قلنا هو تقبل مجموعة من الموجات، هو بيقدر يرسل موجة محددة اللي هو أنا عايزها في زمن معين. The channel distorted attenuated the transmitted signal and add noise to it. الشانل زي ما قلنا الشانل لما تكون في سيجنال مشت في الشانل اللي هو السيجنال بيحصلها شنو distortion، بيحصلها تشويش أو تشويه. تمام، attenuation التوهين اللي هي شنو الباور بتاعتها بتقل او السيجنال بتاعتي بتضعف. الشانل قبل كنا فيها نويز صح، فالسيجنال دي بتخليها نويز في الشانل. تمام، طيب the receiver decided which waveform was transmitted given the noise received signal. طيب transmitted رسل لنا waveform من مجموعة من الwaveform، رسل waveform معينة مرت عبر الشانل حصلت ديستورشن وحصلت اتنويشن وادت لها نويز. تمام، طيب الريسيفر لما يستقبل السيجنال اللي مرت عبر الشانل ده هو بيقدر يحدد اي ويف فورم ممكن هو يستقبلها بناء على شنو عنده نويز ريسيفد سيجنال. يعني الريسيفر هو بيقدر يحدد انه اي ويف فورم من المره دي انا المفروض اللي هي استقبلها او هي الويف فورم اللي انا عايزها. The probability of an erroneous decision is an important feature of the system performance. Okay. System performance أو الأداء بتاع performance. أهم مقياس بتاع performance في system هو عبارة عن شنو؟ Probability of an erroneous decision اللي هو الاحتمالية إنه أنا أخذ قرار erroneous صحيح أو غير خاطئ. يعني هو أنا مثلاً أنا هستقبل waveform معينة. برضو من المميزات أول فيتشر بتاع الديجيتال كوميونيكيشن سيستم ريجنريتر ريسيفر اللي هو أنا السيجنال بتاعتي لما استقبلها اللي هو قلنا بيحصل لها ديستورشن بيحصل تشويش وبيحصل لها توهين، فالريسيفر ممكن يعمل إعادة، يعني استلم سيجنال ممكن يعيد تكوين أو يرجعها لشكلها اللي هي ترسلت بيه. دي ميزة في الكوميونيكيشن في الديجيتال سيستم. Different kinds of digital signal altered and identified اللي هو زي ما قلنا انه انواع مختلفة من الداتا ممكن يبدأ يحصلات شوية او معالجة كل اي واحدة على حسب نوعها، يعني مفردة الداتا برا والبويز برا والميديا برا. دي ميزة في الديجيتال سيستم. Advantage of digital communication over analog communication. الميزة بتاعت الديجيتال الحاجة بميزة الديجيتال عن الانالوج digital communication digital circuits are less subject to distortion and interference than analog circuits.
أدية الساكن عندنا اللي هو شنو الأجلة، هي ما بتتأثر بالستوب بالتشويش بالإنترفيرنس أو التداخل زي الأنوار الساكن. يعني هي عندها الديجيتال سيركت اللي هو اللي يقابل انه يحصل تشويش او انترفيرنس اقل من الانالوج سيركت. With digital techniques extremely low error rate produce high signal fidelity are possible for error detection and correction. الديجيتال تكنيكس عندنا في الديجيتال ديجيتال سيستم اللي هو بيحصل ايرور ديتكشن اند كوركشن، اللي هو ايرور ديتكشن اكتشاف الاخطاء اند كوركشن تصحيح. طيب انا لما استقبل سيجنال لما استقبل انفورميشن اني حصل لها ديتكشن، انا بعرف الخطا وين واقدر اصححه. ده بيديني شنو؟ بيديني لو ايرور ريت اللي هي بالمعامل خطا قليل، اللي هو انه الخطا في الويف فورم بتاعتي او في السيجنال سابلتها بيكون قليل. وانس ان الخطا قليل معناه ده بيديني شنو؟ هاي سيجنال فابيلتي اللي هي عباره عن شنو؟ الدقه بتاعت السيجنال بتكون عاليه. طيب انا استقبلت السيجنال حصل لها ايرور ديتكشن، اكتشفت الاخطاء فيها وصلحتها، فبالتالي عندنا الايرور ريت بيكون لو او منخفض، فبالتالي السيجنال فابيلتي او الدقه بتاعت السيجنال بتكون عاليه. دي ميزه في الديجيتال ما في الانالوج. Digital hardware lends itself to more flexible implementation than analog circuit. طيب الهاردوير في الديجيتال عبارة عن بيكون flexible، مرن في شنو؟ مرن في التطبيق، مرن في التطبيق أكثر من analog circuit. Different type of digital signal اللي هي زي data, telegraph, telephone can be treated as identical signals in transmission and switching. A bit is a bit. طيب different type of digital signal، انواع مختلفه قلنا للديجيتال سيجنال، للسيجنال انواع مختلفه بيحصل لها تريد ايدنتيكال. يعني انا اي سيجنال اي نوع من السيجنال بيحصل لها تريد او معالجه برا في الترانسفير، في الارسال بيحصل لها معالجه برا، اي نوع برا، يعني ما بعالجهم كل انواع مع بعض. دي ميزه في الديجيتال في الديجيتال سيستم. طيب the effect of noise, temperature and perimeter variation is very small in digital circuit. الديجيتال سيركت التأثير بتاع النويز بيكون أقل، التأثير بتاع temperature والperimeter variation أو الاختلاف في perimeter في الديجيتال سيركت أقل من الأنالوج. يعني الأنالوج سيركت بتتأثر بالنويز وبالتمبريتشر عكس الديجيتال سيركت. تمام، اللي هو التأثير بتاع النويز ودرجة الحرارة والاختلاف في المعاملات في الديجيتال سيركت ما بيظهر زي في الانالوج سيركت. Disadvantage of digital communication over analog communication. الحاجات الحاجات اللي هي المفروض في الكوميونيكيشن سيستم هي بتميز الانالوج من الكوميونيكيشن. طيب في الديجيتال سيستم tended to be very signal processing intensive compared with analog system. طيب الديجيتال سيستم signal processing أو معالجة الإشارة أكثر من الأنالوج سيستم. طيب يعني أنا في السيجنال سيستم عايزة أرسل سيجنال، السيجنال بروسيسنج أو المعالجات اللي بتتم بالسيجنال دي في الديجيتال سيستم أكثر بكثير من الأنالوج. يعني هي البروسيسنج بتتم على مراحل كثيرة عكس الأنالوج. دي disadvantage في الديجيتال كوميونيكيشن في الديجيتال سيستم. Digital communication system generally need more bandwidth than analog communication system. بالنسبة للباندويث اللي هو الديجيتال سيستم بيستخدم لنا باندويث أكثر من الأنالوج سيستم. الأنالوج سيستم الباندويث قليلة، في الديجيتال سيستم أنا عايزة باندويث عالية أو كبيرة. Digital components generally consume more power as compared to analog components. Consume more power اللي هي بتستهلك طاقة أكثر. الديجيتال كومبوننت أو المكونات الديجيتال تستخدم لنا باور أعلى أو بتستهلك طاقة أعلى من الأنالوج كومبوننت. دي برضو disadvantage في الديجيتال. طيب كده عرفنا الحاجات في الديجيتال كوميونيكيشن هي ما مميزات، هي مميزات الأنالوج زي شنو؟ إنه قلنا سيجنال بروسيسنج في الديجيتال عالية أو معالجة الإشارة في الديجيتال عالية، الباندويث
الديجيتال سيستم يستخدم باند ويث اكبر من الانالوج سيستم. الديجيتال سيستم الديجيتال كومبوننت الكومبوننت اللي بتسهل الباور من تكون ديجيتال تصور باور اكتر من انه تكون انالوج كومبوننت. يعني الديجيتال كومبوننت عايزه باور اكتر سنه الباور اكتر, الانالوج كومبوننت بتستخدم لنا باور اقل. كده خلصنا الليكشر الاول اللي هي مقدمه في الديجيتال كوميونيكيشن سيستم. عرفنا الديجيتال كوميونيكيشن سيستم لما انا اقول انواع لما اقول الديجيتال كوميونيكيشن سيستم كاسبو شنو, عرفنا اللي هو ستراكشر او التركيب بتاع الكوميونيكيشن سيستم عموما. عرفنا مميزات حق الديجيتال كوميونيكيشن سيستم, مميزات بتميزه من الانالوج سيستم والديس ادفانتج او الحاجات المساوي بتاع الديجيتال كوميونيكيشن سيستم. اللكشر الجاي ان شاء الله هنتكلم عن السيجنال, هنتكلم عن السيجنال ايه هو الكلاسيفيكيشن اوف سيجنال او التصنيف بتاع السيجنال. هندرس انواعها, هندرس السيجنال ذاتها اللي هي هندرس الفورمال سمو, هندرس الجمل انواع بتاعت السيجنال او التصنيف بتاع السيجنال, هندرس الفورمات والموديوليشن او بيحصل. تمام ان شاء الله كله في اللكشر الجاي.